مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. هل يشعل الحوثيون نار الحرب في الحديدة مجددا؟ ومن الصحافة العربية، من بين 27 متحفا في اليمن واحد فقط يعمل. وفي أخبارنا المنوعة، بدء محاكمة ضابط روسي هرب من الدائنين إلى داعش في سوريا. أكثر ما تم تداوله في المواقع الإخبارية اليمنية هو التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، ووفقا للموقع بوست، سخرية وتندر بعد توصيف الزبيدي للاحتلال البريطاني لعدن بالشريك. وقال الموقع إن تصريحات الزبيدي بتوصيفه الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن بأنه كان شراكة أثارت تندرا وسخرية واسعة في أوساط اليمنيين. وزعم الزبيدي أن الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن قبل العام 1967 كان شراكة بين جنوب اليمن والمملكة المتحدة. وكان الزبيدي وصل لندن الأحد وقال في كلمة له إنه سيبحث تطلعات الجنوبيين في بريطانيا مع الجانب البريطاني. وزعمت وسائل إعلام تابعة للانتقالي أن زيارة الزبيدي تأتي بدعوة رسمية من البرلمان البريطاني لإجراء لقاءات رسمية مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ولجان البرلمان البريطاني. وتأتي زيارة الزبيدي رئيس الانتقال الجنوبي المدعوم إماراتيا لبريطانيا بالتزامن مع زيارة وزير خارجية المملكة المتحدة جيرمي هانت إلى عدن. وأثار توصيف الزبيدي للحقبة البريطانية على أنها شراكة تندرا وسخرية واسعة في أوساط اليمنيين، معتبرين هذه التصريحات تمثل إساءة لتضحيات ثوار 14 من أكتوبر التي قدمها أبناء الجنوب لطرد المحتل البريطاني الذي جثم على صدورهم لمدة 129 عاما. أمس الأول، وفي محافظة الضالع، توزع مصاب أسرة بين جريح وقتيل بلغم زرعه الحوثيون في يعيس. نتابع اليوم ما تعرضت له أسرة أخرى في محافظة أخرى، حيث يعنون موقع الحرف 28 مقتل وإصابة 9 مدنيين من أسرة واحدة بقصف حوثي جنوب الحديدة. وقال الموقع قتل وأصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة في قصف لميليشيا الحوثي استهدف حيا سكنيا في مديرية التحيتة جنوب محافظة الحديدة. وأفادت مصادر محلية للحرف 28 بأن ميليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية منزلا لأحد المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بينهم أطفال. وأشارت المصادر إلى أن الضحايا 9 جميعهم ينتمون إلى أسرة واحدة. يتابع الموقع، وبين الحين والآخر تتعرض الأحياء السكنية بالحديدة للقصف من قبل ميليشيا الحوثي، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. يعقد الكاتب محمد عبد الوهاب الشيباني مقارنة بين صنعاء الأمس وما صارت إليه اليوم، وكيف تم تهيئتها من قبل النظام السابق لتصل إلى حالها اليوم. وأضاف في مقال تنشر بلقيس جزءا منه: بالأمس القريب ازدحمت صنعاء بالمكتبات وأكشاك الصحف، حين كانت المطابع تصدر 10 صحف يومية تلوك نفس الأخبار أو تعيد تحريرها بما يشتهيه الناشرون والداعمون. ازدحمت بالأحزاب التي وجدت في عشرات المنافذ طرقا لتصريف بضاعتها الكاسدة في البيانات. ازدحمت بمواكب المسؤولين والوجاهات والمشايخ وعقارات ومباني الأموال المبيضة من الأعمال غير المشروعة، وكذلك الأموال المنهوبة من خزانة الدولة، وازدحمت بشركاتهم ووكالاتهم. ازدحمت بمشاريع البنى التحتية ذات التكاليف الباهظة التي كانت تعطى كهدايا لمتنفذي الدولة ومشايخ القبائل وقادة الجيش. ازدحمت بالمرضى الذين وجدوا في مشافيها الأكثر تجهيزاً قياسا بغيرها من المشافي البائسة المهملة في الأطراف. ازدحمت بالمعسكرات العائلية التي راهن النظام على قواها البشرية وعتادها في تأييد استبداده وفساده، فتلاشت مع أول هزة. وصنعاء الآن مزدحمة أيضا، مزدحمة بنازحي مناطق النزاعات والتقاتل التي نقلتها الميليشيات إلى كل شبر في البلاد، مزدحمة بالمتسولين وأصحاب الحاجة نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا،
الذين تعج بهم الأسواق والشوارع والحواري حتى يخيل لك أن المدينة كلها تتسول. مزدحمة بطوابير البشر الطويلة أمام مراكز الإغاثة ومقرات المنظمات الإنسانية من أجل الحصول على أغذية رديئة وتالفة تحسب عليهم في فواتير الفساد الأممي بمليارات الدولارات، ويتاجر بأكثرها متنفذ السلطة ومشرفوها. مزدحمة بطوابير البترول والغاز المنزلي وبالنساء المتعبات أمام أسبلة المياه في الحواري وأمام أفران الكدم التي تعطي الحق كصدقات. ازدحمت محلات سوق مدينتها القديمة بحوانت بيع الأكفان الجاهزة بعد أن كانت مزدحمة بالسواح والزائرين. مزدحمة بالسجون وبمخبري الأمن الوقائي من المثقفين المنحطين الذين تكاثروا مثل فطر عفن، فصاروا يحصون أنفاس الجميع في المقاهي ومقاهي المنتديات وصفحات التواصل. مزدحمة بالمسلحين الذين يجوبون الشوارع والأحياء دون أن تستدل على هويتهم، ومزدحمة بكون الحكام الخفيين الذين يحكى عن تجاوزاتهم بألسنة تستعجم وصف أهوالها. اعتبر الحوثيون حديث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت ومطالبته الجماعة بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة غربي البلاد إشارة لبدء الحرب المتوقفة في المدينة والموانئ منذ ديسمبر كانون الأول الماضي. وعنون موقع يمن مونيتور: هل يشعل الحوثيون نار الحرب في الحديدة مجددا؟ يفيد الموقع: على الرغم من أن الحوثيين يشيرون إلى التزامهم بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، إلا أن الجماعة مستمرة في الانقلاب على تعهداتها مرارا وتكرارا. أحد قادة ميليشيا الحوثي قال إن تصريحات هنت ليست اعتباطية وتكشف عن سياسة بريطانيا وأمريكا وتحالفهما في اليمن، كما قلناه على صفحتنا بتويتر، وتؤكد النية المبيتة لتكرار معركة الحديدة. كما يفيد الموقع أيضا: ظهر الخلاف واضحا بين الحوثيين وبريطانيا حاملة القلم بشأن اليمن في مجلس الأمن بشأن رؤيتها أن تكون هناك قوات وإدارة محايدة في الحديدة، حيث يصر الحوثيون أن يظلوا مسيطرين على الموانئ والمدينة ويسمح فقط بدور الرقاب للأمم المتحدة، فيما تصر الحكومة اليمنية على أن تعود السلطة والقوات المحلية إلى العمل التي كانت موجودة قبل دخول الحوثيين الحديدة عام 2014. أنشأ مزارع أول مشروع استزراع سمكي بحضرموت الوادي بمنطقة وادي بايوت بمديرية تريم، فهل تمكن من الصمود في التجربة الأولى وفق لموقع المصدر أونلاين الذي عنونه يحوي أكثر من 400 ألف سمكة؟ نجاح أول مشروع استزراع سمكي بوادي حضرموت. وقال عبد الله سعيد العامري القائم بأعمال المزرعة للمصدر أونلاين إن مزرعة استزراع الأسماك بحضرموت الوادي تتكون من 12 حوضا مائيا، منها 5 أحواض للتفقيس وأربعة أحواض للتحضين وثلاثة أحواض لتسمين الأسماك، إضافة إلى مصنع للأعلاف. وأشار إلى أن المزرعة تحوي 400 ألف سمكة صغيرة و10 ألاف سمكة جاهزة للتسويق. الهدف من إنشاء هذه المزرعة وفقا للقائم بأعمال المزرعة هو المساهمة في التنمية وتوفير الأسماك في الأسواق المحلية وتوفير فرص عمل والاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة في هذا المجال. وأوضح العامري بأنه بدأ العمل بتجهيز المزرعة قبل حوالي 5 أعوام، والعمل الفعلي في أكتوبر 2018 بعد التعاقد مع 2 من الخبراء في مجال الاستزراع السمكي من جمهورية مصر العربية. الأمم المتحدة واليمن: تساؤلات تبحث عن إجابات. تحت هذا العنوان كتب محمد علي السقاف مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: بسبب الحديدة وتعثر الالتزام باتفاق ستوكهولم، ربما للمرة الأولى يحدث التوافق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين صرلة بتوجيه انتقادات للمبعوث الأممي مارتن جريفيث بدوافع وحجج مختلفة لكل طرف عن الطرف الآخر. والسؤال المطروح هنا: هل هذه الانتقادات ضد أداء جريفيث الذي اتهمه البعض ليس فقط بالإفراط في التفاؤل، بل ذهب البعض في تعليقاتهم إلى اتهامه بعدم نقل الصورة الحقيقية لأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى الصعوبات التي يواجهها والوعود الكاذبة التي يحصل عليها من القيادات الحوثية والتحديات الأخرى التي يواجهها في علاقته ببقية أطراف الصراع والتي تسمى سياسة تضليل، وهي كلمة قوية في اتجاه جريفيث؟ هل تجهل الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة اليمنية في العام 2011 حتى الآن في 2019 من هي الجهات المرتبطة بالقاعدة وداعش كأفراد وجماعات وكيانات التي هي ظاهرة للعيان ومعروفة لدى الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية؟ أم أن الأمم المتحدة لا ترى أن الوقت قد حان لمواجهة القاعدة وداعش
مما قد يعقد الأزمة اليمنية أكثر مما هي عليه الآن. لا شك أن هذا التحرك البريطاني ليس من أجل جريفيث البريطاني الجنسية، وإنما أيضا بصفة بريطانيا عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ورسالة إلى أوروبا والداخل البريطاني بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكس لا يعني أن دبلوماسيتها النشطة قد تتأثر نتيجة لذلك. والمهم هنا التساؤل، هل هذه الإخفاقات للأمم المتحدة في الأزمة اليمنية حقيقية أم تخفي طبخات حلول قادمة؟ تغطي مقتنيات المتاحف اليمنية مراحل مختلفة من تاريخ البلاد، فمنها كما تورد عن هذا الموضوع مساحة خاصة صحيفة العربي الجديد ما يعود إلى الحضارات القديمة قبل الإسلام، مثل عصور الملوك التبابعة والسبائيين والحميريين، ومنها ما هو مرتبط بالحضارة الإسلامية بمختلف مراحلها. لكن تلك الآثار لم تعد متاحة للجمهور اليوم، فمنذ مارس 2015 وهو تاريخ إعلان التحالف الحرب على اليمن، تواصل المتاحف اليمنية إغلاق أبوابها أمام الزائرين في محاولة لحماية مقتنياتها التي يبلغ عمر بعضها 8000 سنة. في اليمن 27 متحفا لم يعد يعمل منها سوى المتحف الحربي في صنعاء باعتباره هيئة مستقلة عن الهيئة العامة للآثار، فهو يتبع دائرة المتاحف في قسم التوجيه المعنوي التابع لوزارة الداخلية. أما المتحف الحربي في عدن فقد تعرض في منتصف إبريل 2015 لغارة جوية من طيران التحالف خلفت أضرارا كبيرة في جدرانه قبل أن يتعرض للنهب والسرقة. تضيف الصحيفة بأن تنظيم القاعدة أكثر التنظيمات المسلحة عداء للآثار، وفي الوقت نفسه الأكثر نشاطا في تهريبها. صخرة أنجلو، تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله في يمن مونيتور، مضيفا في أجزاء من المقال: قيل لمايكل أنجلو كيف تصنع من هذه الصخرة الصماء تمثالا رائعا ينبض بالحياة؟ رد الفنان العظيم والدهشة تعلو قسمات وجهه: كيف تظنون أنني أصنع التمثال من الصخرة؟ وأضاف موضحا: إنني حين أنظر إلى الصخرة أرى ذلك التمثال ماثلا فيها بوضوح شديد، وما أفعله ليس سوى إزالة الشوائب وإزاحة الزوائد في الصخرة حتى لا يبقى منها سوى ذلك التمثال. وهنا ذروة الإبداع الحقيقي، إنه لا يرى في قطعة الحجر غير قطعة فنية بالغة الأثر، لم يرى في الصخرة الصماء غير نبض الفن المتدفق بالذوق السامي والإحساس الرفيع. جاء رجل إلى الخليفة المنصور مستعرضا بعض براعته، فراح يرمي إبرة فغرزت في الحائط، ثم أخذ يرمي واحدة بعد أخرى، فكانت كل إبرة منها تدخل في ثقب سواها، حتى بلغ عدد الإبر 50 إبرة. أعجب المنصور ببراعته فأمر له بجائزة قدرها 100 دينار، ولكن في الوقت نفسه حكم عليه ب100 جلدة. ولما ارتاع الرجل متسائلا عن السبب قال له الخليفة: إن الدنانير مكافأة لك على براعتك، وأما الجلدات فهي جزاء لك لأنك أضعت الوقت في شيء غير ذي نفع. وهذا صنف من المهارة أو الإبداع مجازا، لا يؤدي إلى ثبات أثر في الوعي والوجدان ولا الفردي ولا الجمعي، والإبداع الحقيقي لا بد له من نفع، أما الزائف فسوى أنه لا ينفع فقد يضر أحيانا على صعيد الوقت المهدور أو الجهد الضائع أو المال المندثر أو كلاها معا. وفي واقعنا اليومي في مجالات حياتنا كافة ضروب شتى من الحالتين، الإبداع الحقيقي وذلك الزائف، غير أن ما يؤسف له ويثير الألم في النفس أن يطغى ذلك الزائف على ما هو حقيقي، وبالتالي يصير أصحابه هم أهل القرار والحل والعقد في أكثر أمورنا حيوية ومصيرية. الغارديان نشرت مقالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ميكرون في صفحة الرأي بعنوان: عزيزة أوروبا، البريكست درس لنا جميعا، والآن آن أوان التجديد. ويتوجه ماكرون بحديثه للأوروبيين جميعا قائلا: إنها فرصة عظيمة للحديث إلى الأوروبيين مباشرة، ليس فقط من أجل الروابط التاريخية والثقافية المشتركة، ولكن أيضا بسبب الوقت العصيب الذي نمر به. ويوضح ماكرون في المقال الذي ترجمته البي بي سي إن أن أوروبا ستشهد انتخابات حاسمة خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بعدم منح الفرصة للقوميين وأحزابهم،
مضيفا أن أوروبا الموحدة لم تكن أمرا ضروريا بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو بمثابة القلب في هذه الأزمة، حيث أنه يمثل واقع المشكلة التي فشلت أوروبا في مواجهتها، كما فشلت في الاستجابة لرغبات مواطنيها في الحصول على حماية كافية في مواجهة أزمات العصر الحديث. وعبر المقال يقترح ماكرون أن يتم إدخال تطويرات وتحديثات على بنية الاتحاد الأوروبي عبر التركيز على 3 محاور، هي الدفاع عن الحريات العامة والتعبير عن الرأي والدفاع عن القارة الأوروبية وهويتها واستعادة روح التقدم. إلى الأخبار المنوعة، حيث نطالع من صحيفة الشرق الأوسط، محاكمة ضابط روسي سابق هرب من الدائنين إلى داعش في سوريا. وتواصل محكمة دائرة شمال القوقاز العسكرية جلساتها في قضية ضابط سابق في القوات الروسية يواجه تهمة المشاركة في نشاط تنظيم داعش المحظور في روسيا، ولا ينفي المتهم حقيقة سفره إلى سوريا، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه بالمشاركة في نشاط التنظيم الإرهابي، ويقول إنه سافر إلى سوريا هربا من الدائنين الذين كانوا يلاحقونه في موسكو بسبب تخلفه عن سداد قروض مصرفية. وتزامن سفره إلى سوريا عام 2015 مع فتح قضية جنائية ضده حينها بتهمة ترويج عملة مزورة، يقول الادعاء إنه حصل عليها من شخص تعرف عليه في المسجد ويؤيد التطرف. قال أحمد الطيب شيخ الأزهر إن مسألة تعدد الزوجات في الدين الإسلامي، كما نقل موقع شبكة البي بي سي، تحمل ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان، وتعد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية. وجاءت التصريحات المثيرة للجدل خلال برنامج أسبوعي يقدمه شيخ الأزهر على القناة الفضائية المصرية الرسمية، وأثارت ردود فعل متباينة ما بين ترحيب من جانب النشطاء في مجال حقوق النساء الذين يرون في الأمر إنصافا للمرأة، ومعترضين يرون أنها تمثل إنكارا لنص صريح في القرآن يبيح للرجل الزواج ب4 نساء. وبعد هذه الزوبعة في الرأي العام، أصدر شيخ الأزهر بيانا في اليوم التالي أكد خلاله أن تصريحاته اقتطعت من سياقها، وأنه لا يمكن أن يتحدث بكلام يناقض النصوص القرآنية أو السنة النبوية. وأضاف في البيان أن حديثه خلال حلقة متلفزة قبل يومين انصب على فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع، وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات، وهو رد على الذين يعتبرون تعدد الزوجات هو الأصل. في متحف رقمي للفنون في باريس تعرض لوحات الرسام الكبير فان جوخ بالحجم الكبير لتغطي حتى أرضيات المتحف. صحيفة الجارديان عرضت بعضا من صور لوحات هذا المعرض، فلنتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتور نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.